فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنه قد توفي زوجها في 8 من شهر رمضان المبارك قبل غروب الشمس، فمتى تبدأ عدتها ومتى تنتهي، وهل تأثم إذا زادت يوما للاحتياط؟ المطلوب منها أن تعتد ب120 يوما 4 أشهر، 130 يوم 4 أشهر و10 أيام، تحصي 130 يوم وتنتهي عدتها، فهي تعتد بالعدد، عدد الأيام 130 يوم 4 أشهر و10 أيام. نعم. وهل تأثم بزيادة يوم للاحتياط؟ ما يجوز لها تزيد على أنه عدة، ما يجوز لها هذا، لأن هذا الزيادة على المشروع، ما هو بالاحتياط، هذا شيء معروف، الأيام معروفة ما تحتاج احتياط. نعم.